السلام عليكم أصدقائي كديري، لاباس عليكم؟ بخير، هانية، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أصدقاء ديالي، الموضوع اللي جبت لكم اليوم شي شوية اللي هو خطير خطير جدا وصعيب، بعيد على المجال ديال الفلاحة، ولكن هذا الموضوع تيهمنا بزاف حنايا، وتيهم وليداتنا وكيهمنا بزاف بزاف. لهذا قلت علاش ما نشاركش معكم هذا الموضوع هذا وهذا الفيديو اللي صراحة ترددت فيه بزاف ديال المرات باش انا نديرو، لقيت فيه شي حوايج اللي هما صعابين 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 الا ما رديناش ليهم البال. وهما اصدقاء ديالي كيف ما غادي تلاحظوا، دابا تشوفوا واحد الديكور ديال هذه ميلفوي، انتما كلشي كتعرفوا ميلفوي عزيزه علينا وكنبغيوها بزاف، وصراحه ما كاين شي حد ما كتعجبوش ميلفوي، والاخص وليداتنا وليداتنا. هاد ميلفوية الاصدقاء ديالي شريتها البارح، بالحق ما كليتهاش البارح، خليتها في الثلاجه حتى اليوم، عاد غادي ناكلها. جاب الله ما شافوهاش وليداتي، ما كل شافوها يقدروا يهزوها ياكلوها، ولكن غادي نقول عادي ماشي مشكل، يعني يلاه جبتها. دابا فاش جيت انا بغيت ناخذها ناكلها، عرفتي والله العظيم راه ربي تيدير التاويل ديال الخير، ربي كيدير الخير بزاف. جيت قسمت ميلفوي الاصدقاء ديالي، شوفوا شنو غادي نلقى في وسطها، شوفوا الخضوريه لداخل الصوفه مصوفه، تخيلوا هاد ميلفوي شتي هاد الصوفه هادي، لو انكم تاكلوها يعني بلا ما تقسموها هكايا راه غادي تلقاو سميتو، راه غادي ما غاديش تحسوا بديك بها، بالاخص وليداتنا، بالاخص وليداتنا. ها شوف شوفت الخضوريه هذه، وهذه راه الغموله، الغموله ها التليفون راه ما كيبين ليش مزيان، هذه راه الغموله لقيتها وسط ميلفوي، يعني هذا الشيء راه توكسيك، راه تسمم، هذا تسمم 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 تسمم، الله يستر. لو اننا كليناها هكايا ما نعرفوش باش مرضنا، الله يحفظ زعما، الله يحفظ والله يسر. ردوا البال لاش تاكلو واش تاكلو، صراحه ديال الله انا تفاجات وتصدمت في هذا الشيء اللي شفت، صراحه ما نعاودش ندور بها انا كاع، وحتى اللي خداها يحاول ما امكن يقسمها مزيان ويشوف شنو الوسط. اي حاجه شريتوها بالاخص دابا في السخونيه ردوا ليها البال، واخا يكونوا الناس اللي صايبوها صايبوها بجوده عاليه وزوينه وهذا، ولكن راه تقدر تبقى وتخسر. ها انتم تصوروا لو ان الطفل الصغير داز وهزها ما غاديش يرد البال لهادشي، هذا غادي يهزها وغادي ياكلها. صراحه هادشي خطير بزاف بزاف، ردوا البال لاش تاكلوا، ردوا البال بزاف ديال الحوايج. صراحه انا ما كنتش ناويه ندير معكم هذا الفيديو، ولكن قلت علاش ما نديروش معكم، نشاركوا معكم باش نتوما تردوا البال وتردوا البال لوليداتكم اش ياكلوا، باش الله يستر الله يحفظ يردوا الباب ديال البال ديالهم من التسمم. صافي هادشي اللي كاين الاصدقائي، كنتمنى انكم تستفدوا من هذا الفيديو اللي هو كنتمنى انكم تردوا البال بزاف ديال الحوايج، لاي حاجه شتي راه حتى دانون او لا الحليب او لاي حاجه شريناها من الحانوت، راه الا طفات عليها الضو وعاود رجعت او رجعات راه كتخسر، هذه راه بالتجربه، يعني دانون اولا الحليب واخا تلقاه بارد وتلقى لاطا الطباقه ما سالاتش، راه الا ما رديتوش البال هاد الحوايج هادو، يعني خصكم الا بغيتو تاخذو من المحلات اللي هما كيتباعوا فيهم هاد الشيء هذا دغيا، كيتباع الحليب وهذا ما تيبقاش يتعطل باش ما طيحوش في هاد الشيء هذا، كاين اللي كيتقطع عنده الضو ويعاود يرجع تتكون ديك الماده راها سخنات وعاود بردات، هاد الشيء راه خطير صراحه اللي ولينا كنتعرضوا ليه. وردوا البال ديالكم، هادشي اللي مهم. وهانتوما شفتوا اصدقاء ديالي شنو لقيت في هاد الميلفوي، هانتوما ها شتي، راه بقات عندي انا غير نهار، راه ماشي زعما جبتها مده طويله ولا نهار واحد، نهار ما حليتهاش في الاول باش نشوف، شتي. يلا الاصدقاء ديالي كنتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم، وما تنساوش البارطاج، بارطاج على زعما بقوه باش الناس يستافدوا ويشوفوا اشنو كاين،
ويعرفوا شي ياكلوا، وخا هادشي صراحة صعيب بزاف. يلا إلى اللقاء، وكنتمنى إن شاء الله نتلاقاو في فيديو يكون زوين وحسن من هذا. وشكرا لكم ومع السلامة.